100.6 نجوم فم على كيفك. دلوقتي واحد صاحبي مع عمر طاهر على نجوم فم. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله، سمعني كده؟ في صوت؟ اه مش سامع نفسي. الو الله، معلش في مشكلة في ال، مش فاهمين بعض انا والاستوديو الجديد لسه. مساء الفل عليكم. النهارده حلقة واحد صاحبي بيسأل، هاشتاج واحد صاحبي بيسأل، واسئلتكم قلنا قبل كده متفقين هي اسئلة سواء بجد او بهزار، عامة مفتوحة، في سياسة، اقتصاد، اجتماع، بني ادمين، يعني تبقى انتوا ابطال الحلقة. واول سؤال، مش اول سؤال يعني، سؤال متكرر كتير على السؤال متكرر كتير على الهاشتاج بتاع واحد صاحبي بيسأل، السؤال بتاع الحر عامل ايه معاك، او انت عامل ايه في الحر ده. الصوت تمام؟ اوكي ماشي. احنا شاكين يا جماعة في موضوع الصوت، يعني لو حد مش سامعنا يبقى يبعت نقول احنا مش سامعينكم. فالسؤال متكرر كتير بتاع الحر عامل ايه معاك، او انت عامل ايه في الحر. والحقيقة موجة الحر دي جات لي على نصين. نص الاولاني جات في ظروف صحية كنت تعبان فيها شوية، فما كنتش مركز، ما كنتش حاسس قوي بموضوع الحر، مش مشغول بيه. كنت طبعا زي اي واحد عيان، مشغول بنفسه، مشغول بالدكاترة، بتشخيص الدكاترة، بعدين بينسى هو ايه اللي وجعه، وابتدي يفكر بقى انه ليه الدكاترة مش متفقين على حاجة. المتاهة اللي كلنا بندخلها، المتاهة اللي بتكبر مع واحد زي وزي كتير، ممكن يكون عنده حاجة اسمها الوسواس القهري. الوسواس القهري ده تعريفه ببساطة عبارة عن ظل كبير لولا حاجة، ده بيسيطر عليك وعلى حياتك. ودايما الوسواس القهري ده سره أو سبب ظهوره في الحياة إن جواك شخص بيدور على الكمال. وده طبعا شيء قاسي، لأن مفيش حاجة، مفيش كمال في الدنيا، مفيش حاجة اسمها إنك تدور على الكمال. فدايما بيبقى عندك ثغرات بتشوف منها الجزء الناقص أو الجزء المعيوب يعني. فالواحد نسي شوية شوية التعب اللي عنده، ابتدى يفكر انه خمس دكاترة شافوه، ليه الخمس دكاترة كل واحد قال حاجة، وبعد كده ساب الخمس دكاترة وقال ان في اربعة طمنوه وواحد قلقان، فمسك في القلقان بقى، هو مركز مع القلقان مش مع الاربعة الاغلبية اللي طمنوه يعني. فده النص الاولاني الحمد لله كان يعني ايه مكركب كده، ودعواتكم لسه فيه بواقي شوية، فدعواتكم علشان ايه يخلص على خير ونخلص منه ونشوف حياتنا. الجزء التاني بقى، انا بدأت افوق شوية بقى لي 4-5 أيام، الحر فعلا عامل حرفيا حاجة اسمها تسيح الدماغ. يعني فعلا الواحد حاسس ان دماغه سايحة. ايه مواصفات ان دماغك تبقى سايحة؟ انك طول الوقت بحاسس ان في تشويش بيحصل، في عندك تشويش على الافكار، احيانا ما تعرفش اللي في دماغك ده حقيقة ولا تهيؤات. يعني ممكن تيجي تفكر مثلا انك انت تدخل تقعد في التلاجة من الحر، فتقرب من التلاجة تلاقي على بابها يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول لغير العاملين. لقطة ما تفهمش ده بجد ولا انت بيتهيأ لك. تألف تلفزيون بين القنوات فتلاقي طقم رقصات بلدي عاملين استعراض. عادي، مش ده الموضوع. الموضوع ان الرقصات البلدي عاملين استعراض على تتر المال والبنون، فمتبقاش فاهم يعني ازاي عاملين كده. الواحد يبقى ماشي في الشارع فيشوف واحدة ست محترمة كده لطيفة، فيقول لنفسه أنا عارفها، عارفها وشفتها قبل كده بس مش فاكر فين. فيبتدي الواحد يفكر 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 كتير لحد ما يبقى متأكد إن دي هي الست اللي بتقول من فضلك ضع السماعة. أكيد هي دي الست اللي بتقول من فضلك ضع السماعة. ما تعرفش الإحساس ده جالك من فين، بس تبقى متأكد وتفضل تفكر في الست اللي ياما زعقت في المصريين وكانوا دايما يسمعوا كلامها في لحظتها ومن غير تفكير. تألف الراديو فتسمع حوار في برنامج في الراديو بتكلم عن الحب من طرف واحد وعن جماله وعن رقيه وعن انه اسمى معاني الغرام، فما تلاقيش تشبيه للحب من طرف واحد غير انه عبارة عن شخص بيغمس عيش بعيش. تتابع برنامج بيتكلم عن شهداء الحروب فتكتشف كمان انه مش ما عندكش بس شهداء الحروب، لا ده انت عندك كمان شهداء السلام، شهداء السلام 98 لو فاكرينها يعني.
واحد صاحبي يسألني مثلا ليه الراجل بيحب الشغل أكتر من مراته، يبتدي يفكر في أسباب كتير ليه الواحد بيحب الشغل أكتر من مراته، تيجي إجابات كتير بس ما لقيش حاجة أقولها من تسيح الحر غير أنه الراجل بيحب الشغل أكتر من مراته علشان الشغل عمره ما كان ناكر للجميل. الواحد يقرأ معلومة أن الإنسان بيتنفس 60 مرة في الدقيقة، فأحس أن دي إحصائية مش مهمة جدا، مش مهم الراجل، مش مهم الواحد يحسب كم مرة تنفس في الدقيقة، المهم الواحد يحسب كويس جدا اللحظات اللي تحاش فيها نفسه، كم مرة في حياته نفسه تحاش، هي دي اللحظة المفروض تتقاس وتتحسب. واحد صاحبي يكلمني في التليفون ويصحيني يقول لي اصحى 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 الدنيا بدري وانزل بدري عشان تلحق الرزق. فقلت له بص انا يعني انا مع كل احترام للقاعدة دي، بس يعني الفار اللي بينزل بدري اول واحد هو اللي بخش المصيادة، فانا بحاول طول الوقت ايه يعني اوزنها. واحد صاحبي يقول ان الحياة طريق يعني لازم تطول بالك، الحياة طريق. فقول له والله بص يعني انا شفت ناس كتير جدا في الطريق ده، فاقدر اقول لك ان الحياه طريق والناس حوادث. شفت على قناه مصريه اعلان عن المفقودين، فتفكر تسرح تقول طيب هو احنا بدل ما بنحط على علب السجاير صور الناس المشوهه والرئه المعطوبه والحاجات دي كلها، واحنا ليه ما نحطش صور الاطفال المختفيه او المفقوده او المخطوفه على علب السجاير؟ اكيد دي حاجه بتتشاف اكتر من القناه الثالثه او من القناه الثانيه او البرامج اللي هي الضعيفه او اكتر من الفيسبوك. لو حطيت الصور المفقودين دول على علب السجاير يعني ممكن يبقى في حاجه الطف. فدماغك تسيح من الحر، افكار تخش في بعض، يبقى الموضوع عادي بس توصل فيه النتيجة مش فهمها. طول الوقت الحر مسيطر عليك ومش فاكر غير جملة واحدة، انه بلاش تركز في الحر ده، سيب دماغك تسيح من غير ما تركز، لانه التركيز في الحر ده في تأكيد على مقولة نيتشه اللي قال فيها لا تحدق في الهاوية كثيرا وإلا حدقت فيك. حد بعت بيسألني ايه عقدة حياتك؟ طبعا عندي عقد كتير جدا، بس العقد اللي افتكرتها دلوقتي عشان لسه حصلانة معايا في البنزين وانا جاي، اني هموت قبل ما اعرف كويس الفرق ما بين بول وبوش اللي هي بتبقى موجودة على الباب في الكافيهات وفي الصيدليات دي. عمري ما عرفت يعني كبرت هو تعلمت تعليم عالي وخلصت وخدت كورسات انجليزي وسافرت 20-30 بلد حوالين العالم، ويعني لو لحد النهاردة عندي مشكلة بول وبوش دي طول الوقت ما بتتحلش، يعني وانا كبير كده ما بتتحلش. كل مره اشوف اليافطه دي احاول اركز يعني ايه فيهم اسحب وايه فيهم ادفع، يعني سبيشال ديفيكولتس اللي كان باخدها في ثانويه عامه زمان مش قادر. والنتيجه دايما طبعا ان انا بزق الباب بقوه في الوقت المفروض فيه اسحبه، او بسحب الباب بقوه في الوقت المفروض فيه ازقه. فطول الوقت دخولي على اي مكان من الاماكن دي بيبقى عامل قلبان جامد، ان في حيوان على الباب هيكسر الباب، في واحد داخل علينا الباب يطلع في ايده، هيخش علينا بالاكره بتاعه الباب. طول الوقت في ناس جوه بشوفهم الازاز جايه بتجري عليا علشان تساعدني يعني شايفاني مورود. فده بيحصل معايا بقى يعني عقدتي لحد النهارده. فعلا بحاول اتدرب على ان اعرف الفرق ما بين اسحب وادفع بالانجليزي لما بولو بوش، لحد النهارده فعلا مش قادر، ومشاكل كتير جدا في اجزخانات في مستشفيات في البنزينه في الكافيهات. دي بقت عقدة حياتي، لان دايما المكان اللي بخشه بعد كده بقعد الفتره اللي بقعدها فيه وانا وشي في الارض وفي غايه الاحراج. دي العقدة اللي افتكرتها يعني، لكن في العقد دي عايزه 6 حلقات نتكلم فيها. طيب في حد بعت لي بيقول لي ايه اكتر حاجه في مصر بتعبر عن مصر؟ وده سؤال صعب جدا، لان انا عندي قناعه شخصيه ان في كذا وجه لمصر، يعني مصر مش وش واحد، لا في كذا وجه ليها. يعني بعتبر مثلا الناس المصريين اللي هم عندهم قدر من الرقي والتذوق، الناس المحترمة اللي بتفن، اللي بتعرف تقرأ، اللي بتعامل مع الجيران بشكل لطيف، يعني الناس اللي هي فيها حالة الأدمية المتحضرة دي، ده بعتبره ان هو بيعبر عن وش من وشوش مصر. ده وش اللي هو احنا بنقول عليه حضارة 7000 سنة وبنتريق عليه، لا فاضل فيه الرمق في شوية الناس دي اللي هم يعني تقدر تلاقيهم يعني
بالاسمها هي مجد لا اللي هم بالملقط عليهم تليهم بالملقط. فده وش المصر، الناس المحترمة الزواقة اللي عندها قدر من الفن واحترام الغير واحترام حرية الناس، ده وش من وشوش مصر، ده الوش اللي هو المتحضر القديم اللي هي مصر الأصلية. يعني أنا بعتبر مثلا أنه الفلاح بيعبر عن وش برضو أو وجه من وجوه مصر. يعني الفلاح بيعبر عن وجه مصر اللي هو المرتبط بالأرض، وجه مصر اللي علاقته بربنا فيها قدر من التدين بالفطرة، لأنه الفلاح ده بيرمي البذرة وبيقعد يتأمل معجزة إن هي تكبر قدامه من غير ما يعمل حاجة. فالفلاح بيعبر عن وش من وشوش مصر، بالذات الوش اللي أنا بعتبره الطيب المرتبط بالأرض اللي يعرف ربنا. يعني في بقى الوش الملخبط في مصر، وانا بعتبر ان الوش الملخبط لمصر اكتر حاجة بتعبر عنه هي الكورة. يعني بعتبر ان الكورة في مصر نسخة من واحد من وشوش مصر، او بالذات الوش اللي ايه مكركب شوية. هتقول ازاي؟ هقول حضرتك ازاي. يعني مثلا تعال عندنا في الكورة الملمح الرئيسي في عيوب لعبة الكورة، عندنا فكرة اللمسة النهائية. بتلاقي الفريق بيعمل مجهود عظيم لكن مجهوده بيبقى من غير فايدة ومالوش معنى أول ما يقرب من مرمى الخصم. ليه بقى؟ لأن هو أول ما يقرب من مرمى الخصم اللي هي اللمسة النهائية دي بيكون في قدم طائشة، بيكون في استعجال، بيكون في استهتار، بيكون في غرور، بيكون في استهبال، بيكون في إخلاص غائب إلا الضمير. فاللمسة النهائية اللي انت بتفتقدها في الملاعب المصرية في الفرق الكبيرة أو الصغيرة أو المنتخبات هي نفس اللمسة النهائية اللي انت بتفتقدها في مصر في شغل النقاشين والجراحين والتقفيل المنتجات الصناعية لحد رصف الطرق. فده الكرة غياب اللمسة النهائية عندنا في الكرة في مصر شبه غياب اللمسة النهائية عندنا في حاجات كتير من اللي قلناها. في كمان المجاملات اللي في لعبة الكورة عندنا، المجاملات اللي بتضيع موهوبين أو بتحطهم على الدكة أو بتطفشهم من الفرق لمصلحة ناس تانية نص موهوبين، المجاملات اللي بتخلي في مدربين بيشتغلوا بطريقة بحب ومحبش مش 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 فايدة. يعني هي نفسها فكرة يعني المجاملات وبحب ومبحبش اللي ماشية في المصالح الحكومية وفي الجامعة وفي المدارس، اللي عنده حق ان هو يتعين، اللي عنده حق ان هو يبقى معيد، اللي عنده حق ان هو يترقى في مجاله، لكن اللي واقف في طريق ده ان هو ياخد الخطوه دي او يترقى الترقيه دي، اللي واقف في طريقها انه في حاله من المجاملات او احبه ومحبش مسيطره. فاحبه ومحبش في الكوره هي احبه ومحبش في الحياه العامه عندنا يعني في مصر. يعني ساعات بحس برضو انه في مصر ممكن مدرب بيقعد مستمر في موقعه لفترة طويلة جدا رغم الهزايم المتتالية ورغم تراجع مستوى الفريق بتاعه، انه والله في يا جماعة الحقونا من المدرب ده، احنا بنضيع، احنا بنتغلب، احنا بتاع. فتلاقي الإدارة مطنشة شوية. يعني ممكن ده تغير سنة قليلة دلوقتي، لكن عادة الإدارة بتطنش فكرة ان المدرب نص لب. هو نفس الموضوع اللي بتعامل بيه الحكومه مع الوزير، الوزير انت بتشكي منه الحقونا يا جماعه من الوزير، الحقونا من الدنيا بتبوظ، الوزير مش عامل حاجه، تلاقي برضو الحكومه منفضه لك. فاداره النادي اللي بتنفض لك او بتنفض لشكوتك من المدير الفني هي الحكومه اللي بتنفض لشكوتك من الوزير. فده الوش المتكرر. يعني عندك اللياقه البدنيه، ضعف اللياقه البدنيه تحديدا، ودي صفه مميزه للاعب المصري، هي جزء من اللياقه البدنيه المهترئه لشعب كامل كبير. شبابه من دلوقتي تلاقي الشاب عنده 27 28 سنه وماشي بالعلبه الذهبيه والفياجرا والحاجات دي بيستخدمها من بدري، والرجاله من بعد ال 30 بقى بيتعاملوا بقى في الضغط والسكر والقرحه والقولون العصبي والجلطات والازمات القلبيه. يعني الواحد بيخش على الاربعينات متكسح خلصان يعني. فنتيجة بقى الظروف كتيرة جدا، فاللياقة اللي غايبة في الملعب هي بنت اللياقة اللي غايبة في المجتمع عموما. يعني حتى على مستوى الاحتراف تلاقي ان معظم اللعيبة المصريين بيحلموا بالهجرة وبالاحتراف، وهدفهم مش حب الكورة دايما، او نادر قوي لما يبقى هدفهم حب الكورة. يعني بيبقى الهدف احيانا هو يسيب البلد وينجز.
فتلاقي عندنا لعيبه راحت لعبت في درجه تانية في سويسرا وفي تركيا وفي الصين وفي مش عارف بلاد مش معروفه. هم بالظبط زي الشباب اللي بنطوا في مراكب في هجره غير شرعيه لايطاليا، بس هم دول راحوا رموا نفسهم في انديه مجهوله علشان اي مصلحه تطلع من هناك، ودول رموا نفسهم في مراكب مخرومه برضو علشان يطلعوا باي مصلحه من عند الخواجه هناك. المشجع المصري اللي بينزل ارض الملعب ويهز الشبكه بتاعه الجون علشان فاكر انه لما يهز شبكه الجون فريقه هيجيب اجوان كتير ويفوز، هو اخو المواطن المصري اللي خد فلوسه وراح لدجال علشان الدجال ده اقنعه انه الجن هيحول له فلوسه دي للضعف دولارات. فهو هو نفس الشخص المؤمن هذا الشبكة هيجيب اجوان، هو اخو الشخص المؤمن انه الجن هيضعف له فلوسه. فكرة التمثيل المشرف اللي مخلية فرق تحديدا زي المنتخب الطموح المحدود انه تمثيل مشرف ونحن نوصل ونخلي الموضوع شكله كويس، هو برضو يعني بقى فيها لوي دراع كمان. يعني الهيصة نفسي حد يخش الارشيف مثلا ويدور على يعني بص احنا من 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 التسعينات لحد النهارده بنفخر بتجربه مصر في كاس العالم على ايد الكابتن محمود الجهر، وشايفين ان هي تجربه ناجحه، شايفينها هي تجربه ناجحه عشان ما اتكررتش تاني مش علشان حاجه عظيمه. لكن انت لو رجعت الفتره دي وفتحت ارشيف الفتره دي وشفت الناقد الفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ نجيب المستكاوي كاتب ايه عن اللي حصل وقتها وتقييمه ليه ايه، كانت البلد كلها ماشيه في زفه التمثيل المشرف وفلوس كتير وهدايا كتير وعربيات وشقق واعلانات، لكن هو الراجل كان بيتكلم انه مفيش حاجه اسمها تمثيل مشرف. يعني لازم خش كده اكتب على جوجل نجيب المستكاوي زائد كاس العالم 90 عشان تعرف انه فكره التمثيل المشرف اللي بنشتغل عليها في الكوره علشان نبيع بيها حاجات مش ناجحه او عشان نزوق بيها يعني الحاجات اللي مش ناجحه، هي نفس فكره التمثيل المشرف اللي احنا بنشتغل عليها احيانا في السياسه وفي الانجازات. يعني تلاقي مثلا جورنان طالع مثلا في الصفحه الاولانيه تحت كده تقرير في الصفحه الاولانيه تحت مكتوب مثلا انه مصر تحتل المرتبه الثانيه دوليا في تصدير الخرشوف، فيعني فيبقى انت ايه عملت كانك عملت قال يعني حاجه يعني عظيمه. المبررات اللي ماشيه بيها حاله الكوره دايما في مبرر لاي هزيمه في الكوره، التحكيم ارضيه الملعب الهواء كان ضدنا، فكره القدره على التبرير الهزايم الكرويه هي بنت فكره القدره على تبرير اخفاقات البطاله الاعطال حاله الطرق المستشفيات السحابة السوداء الى اخره. فده الوش بتاع التبرير. الحلقة انا اعتقد ان هي مليانة حاجات كتير، انا بعتبر انه ده الوش الملخبط اللي الكورة بتعبر عنه. الكورة يعني الوش ده الكورة بتعبر بيه عن حاجة في مصر يعني. لكن الحاجة الوحيدة اللي في الكورة اللي ممكن تكون بتعبر عن وش لطيف في مصر انه لما يكون الجو في البلد جو جميل يتقال الله الجو ده جو كرة. حد بعد بيسألني عن الاكلة المفضلة، طبعا دي اسئلة شخصية زيادة عن اللزوم، بس يعني مش هتكلم عن الاكلة المفضلة بالنسبة لنا على قد ما انا طول الوقت بيبقى عندي شوق كده واشتياق اني اتكلم عن الطعمية. بعتبر الطعمية دي سحر مصري نادر الوجود، ولما تيجي سيرة الأكل دايما بحب كده أحشر الكلام عنها في النص، يعني حتى لو قلت قبل كده أحب أقوله تاني. طبعا كلمة الطعمية دي كانت جاية من مصطلح طعام العامة، طعام العامة، ولو دمجت الكلمتين مع بعض مع التحريف المصري ومع السنين هتلاقي طعام العامة دي بقت طعمية. فأنا بفخر إني من العامة دول اللي هم طعامي يقوم في مناسبات كتير على الطعمية تحديدا، لأنه في العالم كله أنا وجهة نظري ما فيش حاجة أشهى من نص رغيف بلدي طازة سخن ترمي جواه حبة طعمية سخنة مقرمشة تروح سندها بحتة طماطم بلدي ونطرة ملح ونطرة شطة وتدعي للعمل كده في نفسه. عايز كمان اعجاز زياده ممكن تحط معاهم شريحه بتنجان مقلي، بتنجان معجزه تانية برضو.
يعني في ايه، في حاجه كده من الطفوله. ايه يعني احنا كلنا بنحب البتنجان لان هو طفولي. ليه طفولي؟ لانه ما بيحتاجش سنان، فما بيحتاجش سنان، ولما تاكله كده تحس ان في سكر ما حصل في بقك. سكر هو مش من غير تجزيع يعني، فحاله السكر مع مش محتاج سنان دي مخلينا بنحبه يعني. فأنا بعتبر أنه الطعام العام اللي هو الطعمية من أسرار الحياة في مصر. كل ما كانت حبات الطعمية ذهبي في حضنها شوية حبوب سمسم منورين كده زي الأحجار الكريمة، وبتقرمش بفعل الكزبرة الناشفة اللي لازقة على الوش، تبقى السعادة حتمية مفيش هروب منها يعني. وفي كل الأحوال الطعمية هي بتاعة الشارع، يعني البيت ما يعملش طعمية. نصيحة، يا ريت البيت ما يعملش طعمية، لأنه أي أحسن بيت في مصر، أحسن طباخة في مصر ما بتعرفش تعمل طعمية زي الشارع. ليه بقى؟ لأنه طعمية البيت باهتة، لأنه اللي بيعمل أو اللي بتعمل طعمية في البيت بتدور على الكمال، فما فيش كمال في موضوع الطعمية. يعني بتدور على الكمال في زيت نظيف، مقادير مظبوطة، خضار مغسول كويس، فول متشوش متنقي بالوحدة، مناديل ورق تنشف فيها الطعمية من الزيت. دي كلها مليطة فارغة. الطعمية مش كده خالص، دي ناس مش فاهمة الطعمية، دي ناس تروح تعمل بوفتيك أسهل، دي حالة البوفتيك. لكن الطعمية حالتها أو عظمتها في الراجل أو الشاب اللي لابس بنتكور ورافه لحد ركبته ولابس الشبشب وقاعد على كرسي الحمام قدام المحل عمال يقطع الخضار في البسلة بتاعت الغسيل، وفي وراه مكنة عجن الخلطة دي اللي هي بتاعت اللي هي الدراع دي اللي عارفة فيه دراع بيلف كده، الدراع عمالة لفكرة الأطراف الصناعية دي، إيد معدنية واحدة عمالة تهرس العجين في الصاج، ونص سجارة كده الراجل اللي واقف على الطاسة حاطط نص السجارة على جنب مستني الطعمية تقلي، وبعدين يبص بصة كده على الطاسة نظرة خبيرة، ويروح مادد ايده بالمغرفة ناتش الطعمية ورميها في الطاسة، فتلاقي فيه سحر بيحصل فيه يعني الغاز يعني. فده الطقس بتاع الطعمية، ده الجزء اللي هو شبه الطعمية. الجزء بقى بتاع طعمية بيتي او حتى طعمية شامي كمان، كل الحاجات دي على جنب، دي افكار تانية خالص. طعمية البيت وطعمية الشام دي حاجات لطيفة نظيفة، ناس تاكلها في شم النسيم، تاكلها عندها ضيوف، لكن مش فطاري، مش هنزل افطر طعمية من الطعمية دي خالص يعني. ومش طول الوقت مش شايف ان هي يعني أكلة، يعني في ناس بتظلمها بتقول عنها إن هي مجرد أكلة علشان المصريين يملوا بيها بطنهم، يعني هو راح ضارب قرص الطعمية وشارب عليه مية فينفش فيبقى كده حس بالجوع. لا، أنا شايف إنه مش أنا اللي شايف كمان، يعني إحنا تربينا وخدنا في المدارس وسمعنا من الناس اللي بتفهم إنه الطعمية، قرص الطعمية ده وجبة غذائية متكاملة. البروتين موجود في الفول، الفيتامينات موجودة في الخضار، الدهون موجودة في الزيت، مضادات الأكسدة موجودة في البقدونس والسمسم، النشويات موجودة في العيش، حتى السكر هتحبس بكوباية شاي فتلاقي عندك سكر وكافيين كمان. فهي وجبة غذائية متكاملة، مش فولكلور ومش حاجات يعني الناس بترميها بطنها عشان تملى بطنها خلاص. فأنا يعني اختصارا كده وبسرعة شايف إنه من الحاجات اللي تحتاج إن إحنا نتأملها بمحبة ونتأملها باللي وراها وبتاريخها، هي قرص الطعمية اللي حضرتك بتفطر بيه الصبح. كان عندي موضوع عايز أتكلم فيه بس الوقت خلص، ويعني فضل الدقيقتين الفاضيين دول الناس اللي بعتولي تعليقات على موضوع إن الكورة في مصر شبه مصر، أو الكورة في مصر بتعبر عن الوش الملخبط. وش احنا قلنا مصر فيه وشوش كتير، الوش الراقي، الوش المتحضر، الوش المرتبط بالارض، الوش المتدين بالفطره. ففكره انه الكره بتعبر عن وش ملخبط شويه، ففي ناس بعتها لي اضافات وتجويدات برضو في سكه انه اللعيبه مثلا اللي بتدعي الاصابه علشان تهرب من المشاركه في المباريات، هي
الموظفين اللي بيدعوا المرض عشان يزوغوا من الشغل، وهم هم الاطفال اللي بيدعوا انه بطنهم وجعهم عشان يروحوا المدرسه، برضو مكمله المسيره او مكمله الصوره. في كمان في الكوره في مصر مبدا الحفاظ على الهدف، انك انت تحافظ على الهدف، تبقى جايب جون وتحافظ على الجون ده، فتدافع، فالنتيجه انك انت هتخسر عشان انت قررت انك تحافظ على الهدف مش تجيب هدف تاني. فمبدا الحفاظ على الهدف اللي بيخليك تخسر في الاخر هو نفس المبدا اللي شبه مبدا الحفاظ على الاستقرار. الحفاظ على الاستقرار ده اللي هو برضو ايه، بيسرسب منك حاجات من غير ما تحس ومن غير ما تاخد بالك. اللعيبه عندنا بطيئه، الكره عندنا بطيئه، ايقاع اللعبه عندنا بطيء، وده نسخه برضو من البطء اللي بيميز البلد، سواء في الطرق او في الاجراءات الحكوميه او اجراءات التقاضي او اصلاح الكباري او مش عارف ايه يعني. فالبطء برضو بتاع الملعب هو نسخه من البطء بتاع الملاعب الصغيره التانيه. في كمان فكره انه مش بنتحرك غير لما يجي فينا جون، يعني من الحاجات اللي قايمه عليها الكوره في مصر عندنا ان احنا ما بنتحركش غير لما يجي فينا جون، ودي شبه ان احنا ما بنتحركش ونعمل كوبري علوي غير لما في عربية نقل تخبط 4 تلاميذ مدارس، ما بنتحركش ونعمل مزلقان هنا بيفتح ويقفل غير لما القطر يعمل مش عارف ايه، ما بنتحركش وننزل اللقاح او التطعيم بتاع كذا غير لما الفيروس يعد. فيعني الكلام في ان الكورة في مصر نسخة من مصر او شبهها كلام فعلا كتير ومش هيخلص، لكن ده وش وشوش مصر. قلنا احنا ان في عندنا وشوش تانية جميلة وبنحبها وراقية، لكن ده كمان وش ما نقدرش نتجاهله. وقتنا خلص، هسيبكو علشان تسمعوا بروقان فيلسوف الجيل العسيلي، وانا اروح اعيش مع نفسي شوية ومع التعب ومع كلام الدكاترة، يعني بسيط شوية لكن عندي اللي يفتح لي بيبان الفرح، انا عندي أمل.